تقريبا على هذا. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من ما استفقت عليه اليوم فلسطين والعالم العربي والعالم أجمع باغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شيرين أبو عقلة. اغتيلت شيرين أبو عقلة برصاص الغدر الإسرائيلي عند تغطيتها للأحداث في مخيم جنين غربي الضفة الغربية. يعرف عن شيرين أنها كانت صحفية في قناة الجزيرة منذ أكثر من 24 عاما. شيرين أبو عقلة كان لها باع طويل في تغطية الأحداث وإجرام الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في أحداث القدس أو حتى في الضفة الغربية، وذهبت اليوم لتغطية الأحداث في مخيم جنين وأصبحت خبرا يتناقله الإعلام العربي والأجنبي بإطالة يد الغدر الإسرائيلي الصحفية شيرين أبو عقلة. إذن الصحفية شيرين الآن حزن عربي وعالمي على هذه الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، والتي كانت تغطي الأخبار على مدار أكثر من عقدين أصبحت كما ذكرنا اليوم خبرا ليس كأي خبر. للتعليق على هذا الموضوع نرحب بضيفنا ينضم إلينا من قطاع غزة المحاصر السيد مفيد أبو شمالة الكاتب الصحفي الفلسطيني. سيد مفيد، أي تعليق على اغتيال الصحفية المخضرمة الصحفية شيرين أبو عقلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني غالب الحزن الصاعد الذي نزل علينا كإعلاميين وكأسرة صحفية فلسطينية خبر اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلة، الذي يسبب خسارة بطبيعة الحال لرسالة الحقيقة، الحقيقة التي سعت على مدار 25 عام فأكثر من نقلها ومحاولة توثيق قائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني على مدار عقدين ونصف من الزمان. كانت شيرين موجودة في الصفوف الأمامية وفي خطوط التماس الأولى، كانت شيرين تحاول دائماً كشف الجريمة، جريمة الاحتلال بحق الشعب الأعزل الذي يغتال ليل نهار. اغتيلت اليوم بيد الغدر عندما حاولت إظهار ما يمكن أن يفعله الاحتلال وجنوده الذين جاءوا لاقتحام مخيم جنين وهدم بعض الأعزل في مخيم جنين لأسرى محررين من الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال في الشهر القضي، ومع ذلك كانت تلبس صورة تدل على هويتها كصحفية وكإعلامية، كانت تلبس خوذة وكانت موجودة في مكان بحضور مصور، وكان كل علامات تشير إلى أنها شخصية مدنية، لم يكن في المكان مسلحين، لم يكن هناك اشتباكات. نعم، كان موجود بقوات مدججة ويسيطر سيطرة كاملة على المكان، قناصه الاحتلال موجوده فوق اسطح المنازل، بمعنى او اخر شيرين كانت ظاهره تماما لقوات الاحتلال وتلقت ضربه او رصاصه متفجره كما اثبت التشريح. لا شك في ذلك سيد ابو شماله، في ان القرار كان مسبقا في اغتيال هذه الصحفيه، وكان وحتى انها كانت ترتدي ايضا الخوذه، وحتى ايضا واضح انها صحفيه وأن صحفية جاءت إلى مخيم جنين لتغطية الأحداث هناك. لكن السؤال هنا سيد أبو شمالة، ماذا أراد الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال شيرين أبو عقلة؟ يعني هذا المنهج الذي يسير عليه الاحتلال دوما، وهو يحاول اغتيال الحقيقة، لم يرد اغتيال شيرين لذات شيرين، بمقدار أنه لا يريد طمس الحقائق، لا يريد أن تظهر جرائم الاحتلال للعيان وتظهر للعلن، لأن الصحفي الفلسطيني والمراسل الصحفي بطبيعة الحال هو عين للحقيقة في المكان، وعندما يكون في مكان يحدث تحت فيه جرائم ربما يحاول الاحتلال إخفاء الجرائم. أنا أقول أن هذا أحد مناهج قتل الشهود، عندما يقتحم مخيم جنين الاحتلال الأسبوع الماضي ينفذ كان إعدامات ميدانية، لا يقوم باعتقالات بمقدار أنه يقتل أطفال أو يقتل أشخاص بمقدوره اعتقالهم، لكن مع ذلك كان خلال الأسبوع الماضي ينفذ عمليات إعدام ميداني
وهذه التي ذهبت شيرين لتوثيقها فأصبحت هي ذاتها إحدى حالات الإعدام التي ينفذها الاحتلال. لذلك أقول أن الاحتلال في مثل هذا اليوم من العام الماضي قام بقصف مقر الجزيرة في غزة على سبيل المثال كامل عمارة كاملة، وقبلها كمان في نفس اليوم قام بتدمير برج الجوهر الذي وبرج أيضا الشروق، كل هذه الأبراج تقل 59 مؤسسة إعلامية. الاحتلال يعلم أنه يحاول إخماد الحقيقة وطمس الحقيقة بقتل الصحفيين أو عرقلة عمل المؤسسات الإعلامية. واضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في فلسطين وكافة الأراضي الفلسطينية سيد أبو شمالة. هنا مسألة دفع الاحتلال فاتورة والحساب على خلفية هذه الجرائم بحق الصحفيين، وآخرها كما ذكرنا اغتيال بدم بارد هذه الصحفية شيرين أبو عقلة. هل تعتقد بأن الاحتلال سيدفع الفاتورة وسيحاسب على هذه الجرائم، أم ستمر هذه الجريمة كسابقتها من جرائم؟ وللأسف الاحتلال يتعامل بطبيعة الحال منذ 7 أقود ونصف بأنه فوق القانون الدولي، وهناك مؤسسات دولية وهناك إدارات أمريكية متعاقبة كانت تحمي هذا الاحتلال، ويفلت كل مرة للأسف من العقاب. وربما هناك تقصير ربما عربي أو تقصير فلسطيني رسمي في المتابعة والاستمرار بنفس طويل في محاولة تجريم هؤلاء وتدفيعهم الثمن. لكن الشاهد هنا أن العالم لديه معايير مزدوجة. المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية بعد اقتحام أو العدوان الروسي على أوكرانيا بخمسة أيام فقط فتح تحقيقات جنائية بما يرتكبه الجيش الروسي هناك، لكن 7 عقود ونصف لم تكن كافية ليفتح تحقيقا واحدا في جريمة واحدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي ليلا نهار ضد الفلسطينيين في غزة وفي القدس وفي الضفة وفي 48. رغم أن أمنيستي قبل شهرين قامت بإصدار تقرير يقول أن الاحتلال على مدار عقود يرتكب جرائم تصنف تحت بند الفصل العنصري، وهذا أصبح يعني معروفا في المجتمع الدولي، لكن ما يسمى بالمؤسسات الرسمية الدولية. سيد أبو شمالة، هل تعتقد هذا يفتح الباب، هذه الجريمة العظيمة المروعة بحق الصحفية شيرين أبو عقلة سيفتح الباب لاعتبار قتل الصحفيين اغتيال الصحفيين جريمة حرب؟ مرتبط بالجهد الذي يمكن أن يبذل في هذا الاتجاه. إذا كان هناك نفس طويل وكان هناك صياغة واضحة ولائحة دعوة ترفع بشكل سليم إلى الجنائية الدولية ويتم دعم ذلك من قبل مؤسسة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وأيضا نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن ترفع دعاوى يعني محكمة الكتابة بشكل أو آخر، وأن يكون هناك نفس طويل، وأن يتم تحييد الجهات التي تدعم الاحتلال كالإدارة الأمريكية وتدفيعها بشكل أو آخر الثمن بأنها جزء من الجريمة أو أنها مشتركة في الجريمة إن هي سمحت لهذه الجريمة أن تمر. أنا أرى أن هناك فرصة. الجزيرة كمؤسسة ضخمة إعلامية ضخمة ودولة قطر تستطيع بتمويل قوي لمساندة دعوة حقيقية في هذا التوقيت، وأقول أن هناك كمان فرصة يعني دعني أشير لها. زميلتنا شيرين تحمل الجواز السفر الأمريكي أيضا، لديها أيضا فرصة أن لا تتبنى الإدارة الأمريكية هذه المرة رواية الاحتلال وأن لا تسند الاحتلال، لأن هذا شيء سيمسها تحديدا، سيمس الجنسية الأمريكية والهوية الأمريكية، وبالتالي ربما فعلا تكون هناك فرصة. المهم أن يكون هناك نفس طويل وأن تكون هناك صياغة محكمة وجمع أدلة حقيقي. البداية تبشر بخير لأن ولكن أيضا كان هناك جرائم يعني سابقة للاحتلال الإسرائيلي، أيضا نذكر هنا على سبيل المثال جريمة اغتيال أيضا ياسر مرتجى في عام 2018 في قطاع غزة في مسيرات العودة. سيد أبو شمالة، هنا سؤال نفسه بالنسبة للمحاسبة يعني عن هذه القضية، إن كانت قضية ياسر وقضية شيرين، من يحاسب الاحتلال؟ أخي العزيز صديقي، أنا أقول لك أنه توجد فرصة مختلفة هذه المرة، تحتاج إلى صبر ونفس طويل وتحتاج إلى دعم. يعني أنا أقول أن هناك فرصة في وجود
دولة مثل قطر وقناة قوية كقناة الجزيرة تستطيع إرباك حسابات المجتمع الدولي كله إن استخدم المعايير المزدوجة، وهنا لا يوجد فرصة للإفلات من العقاب إن تشبث الصحفيون عموما وقفوا موقفا واحدا خلف هذه القضية، لأنها كما قلت لك متكاملة الأركان. الاحتلال رأى شيرين تلبس سترة صحفية مكتوب عليها بشكل واضح أنها صحفية وتلبس خودة، وقام قناص بإطلاق رصاصة في الرقبة بشكل محترف، رصاصة متفجرة. دعني أقول أو أزف بشرة، نعم، أنه لأول مرة يتم فتح دعوة محلية للتحقيق، وهذا لم يحدث في جرائم كبيرة. هناك كان تقصير من الموقف الرسمي الفلسطيني، أنا أتحدث معك بوضوح. اليوم النائب العام الفلسطيني أوعز لي فتح تحقيق رسمي ومقاضاة ومحاسبة الفاعلين محليا إذا ثبت تورطهم، عندها يتم محاسبتهم في المحافل الدولية. لكن في كثير من الجرائم لم يتم فتح حتى تحقيق محلي. أنا أريد أن أقول لك اغتيال ياسر عرفات الشهيد رحمه الله لم يتم فتح تحقيق اغتيال ياسر عرفات حتى اليوم فلسطينيا. إذن كيف سنكون ملكيين أكثر من الملك إذا لم نقم نحن بتجريم الاحتلال محليا عبر السلطات القضائية وعبر المؤسسات الصحيحة وعبر الخطوات والإجراءات الصحيحة؟ فكيف لنا أن نطالب بتجريم الاحتلال، وكيف لنا أن نرفع دعاوى دولية؟ بالأساس يفترض أن يتم أولا عبر المحاكم المحلية إقامة الدعوة وحتى ومحاكمة المحتلين غيابيا. أنا أعلم أنه صعب جلبهم لمحكمة فلسطينية، ومع ذلك يتم محاكمتهم غيابيا، ومن ثم يتم بدء تحقيقات دولية. طيب، هذا تم الدعوة له اليوم، أن يتم استغلال وجود فريق دائم لتقصي الحقائق على أرض فلسطين، أن تسند له أيضا هذه المهمة. وهذه المهمة، نعم، أنا أعتقد أنها توجد أدلة واضحة على الجريمة المتكاملة الأركان. سيد أبو شمالة، أنت كصحفي اليوم، كصحفي فلسطيني، ماذا ترك عندك اغتيال شيرين أبو عقلة؟ هي خسارة كبيرة حقيقة للحقيقة، ونحن يعني خسرنا إعلامية مخضرمة كانت لديها تجربة واسعة ولديها جرأة غير عادية في تغطية الأحداث. بالنسبة لشيرين، شيرين يعني هي زميلة صحفية مبدعة ومميزة، قامت لها يعني على مدار عقود تغطيات في أحداث أصعب من ما كان اليوم في جنين. هناك لها تغطيات أيام حملة السور الواقي، ولديها في كافة الأحداث وفي العدوانات المختلفة على الفلسطينيين وفي موضوع القدس واقتحامات القدس والتنكيل بالفلسطينيين، وتلقت قبل ذلك إصابات بالقنابل الغاز، وتلقت قبل ذلك إصابات بالرصاص المطاطي. يعني لديها في العمل الميداني خبرة، ولديها كفاءة عالية وجرأة عالية حقيقة، لكنها يعني دفعت ثمنا يعني نحسبها اليوم. يعني كانت تؤمن على مدار الوقت بأن الحقيقة ثمنها غالي، مهنة المتاعب ثمنها كبير، والفلسطينيين استعداداتهم عالية للتضحية. شيرين تعلم ذلك من اللحظة الأولى التي التحقت فيها في سلك العمل الإعلامي، وأعتقد أنها هذه بالنسبة لها كانت ستأتي حتما طالما ظل الاحتلال موجودا على أرض فلسطين. شكرا للكاتب الصحفي الفلسطيني السيد مفيد أبو شمالة، كنت معنا من قطاع غزة عبر خدمة سكايب. وأخيرا في ختام هذه الفقرة، نعزي أنفسنا وأيضا الأسرة الصحفية الفلسطينية والعربية باغتيال شيرين أبو عقلة، ونقول هنا بأن هذا الاغتيال قد زادنا إصرارا على كشف جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، ومواصلة أيضا الرسالة الإعلامية في كشف هذه الجرائم بحق الصحفيين وأيضا الفلسطينيين في الداخل المحتل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم في هذه الحلقة.